السلام عليكم. نتوما في التوتوريال السادس ديال لونغاج سي. في هاد التوتوريال ان شاء الله غادي نتعلمو كيفاش غنتعلمو لي بوكل او لي لوب بلونغلي. لي بوكل اللي هما واحد الجمل تعاودو داكشي اللي وسطهم ا كونديسيون. مثلا الا تحقق واحد الشرط تبقى ديك الجملة تعاود راسها. من بين هاد لي بوكل اللي غنتعلمو هي البوكل ديال وايل وايل، و تتحطش الكونديسيون وسط هاد جوج الاقواس و تفتح المعقوفات بحال اف. مثلا اف تعلمنا في اف المره اللي في التوتوريالات اللي سبقوا تعلمنا ان تنديرو اف تنديرو الكونديسيون تنفتحو اقواس. يعني الى تحقق هاد الكونديسيون هنايا، الى تحقق هاد الكونديسيون غادي يدار هادشي، غادي يدار هاد الكود اللي لوسط، غادي يدار الكود اللي هنا. حتى هنايا نفس الشيء، غادي نحطو كونديسيون هنا، كونديسيون هنا. و الى تحققت هاد الكونديسيون غادي تحقق، غادي تعاود هاد الكود هنايا. اذا غنشوفوها كيفاش تخدم بعدا. اول حاجه غنديرو غنكتبو شي حاجه مثلا في ليكرون. غنديرو برينت اف، نكتبو مثلا محسن مثلا، وغنديرو سلاش ان باش يرجع ديما للسطر. واشنو الشرط اللي غنديرو هنايا؟ غادي نكري اولا واحد الفاريابل غنسميها ا، غنديرها تساوي لزيرو ولا نديرها تساوي لواحد بحال. غادي نجي لهنايا غادي ندير ليه فيما كانت ا تتساوي لواحد، غادي يعاود هادشي اللي وسط هاد جوج المعقوفات. يعني غادي يكتب هادي فيما كانت ا تساوي لواحد. كما تلاحظوا هنا ا عمرها ما غتبدل، اذا غيبقى يعاود هادي ديما حتى يطفى البيسي. غنديرها وغتشوفوا كيفاش هو باقي تيكتب فيها. كما تشوفوا هو تيكتب 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 محسن تيرجع للسطر، تيكتب محسن تيرجع للسطر. صافي خصني نحيدو، تيبقى يكتب دابا تيعطل ليا البيسي. نصيحة بلا ما تجربوا هادي عندكم في الدار. صافي هو تحيد. المهم كما قلت هاد البوكل هادي عمرها ما غتسالي، تتبقى ديما. ولكن اجي لبغينا حنا نعاودو مثلا هاد الجملة غير عشرات المرات، بغيناها مثلا عشرات المرات، سهلة. غادي نديرو واحد القضية، غنديرو فيما كانت ا صغر من عشرة، عاود لنا هادشي اللي كاين هنا ياك. غتقول لي واخا عشرة ديما اي راه ا تتساوي واحد، يعني ديما صغر من عشرة يعني غيبقى يعاود ديما. غندير واحد الحاجة هنا، غنديرو ا تتساوي لا فالور السابقة ديال ا زائد واحد. صافي باش فيما عاود هاد البوكل تزيد واحد ل ا. مثلا غادي يجي لهنايا غادي يلقى ا تساوي واحد، غادي يدير غادي ينفذ البوكل، غادي يزيد لها واحد. ولات ا تساوي جوج غادي يجي تاتا لتسعود، غادي يبقى يديرها تاتا لتسعود تسعود، غادي يجي غادي يزيد لتسعود وحده، غادي يكتب محسن غادي يزيد لتسعود وحده غتولي عشرة. غادي يجي غيقلب ا تساوي عشرة، ا ماشي صغر قطعا من عشرة، يعني عشرة ماشي صغر قطعا من عشرة، غادي يزقى ما يبقاش يدير هادشي. غنشوفو هادشي غنطبقو ونشوفو واش غيوقع. غنديرو كومبيلي. كما تلاحظوا هنايا غادي يكتب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود. علاش كتبها غير تسعود المرات؟ لأننا مبديناش من الزيرو. من هنا إلا درنا أ تساوي صفر، درنا أ تساوي صفر ودرنا هكا، غادي يكتبها عشرات المرات. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة. كما تلاحظوا لي بوكل سهلوا عنا بزاف ديال الحوايج، و تيوفروا الوقت بزاف، وبهم يمكننا نقدو داك سميتو البروجي مثلا ديال فاكتوريال. فاكتوريال غنديرو في التوتوريال الجاي ان شاء الله، ملي نتعلمو الجملة ديال فور حتى هي واحد البوك غنشوفها في التوتوريال الجاي ان شاء الله. اخر حاجة بغينا نهضر عليها هو ان كاين واحد راكورسي ديال هاد بلوس واحد. في بلاص ما نديرو ا بلوس واحد يمكننا نديرو غير بلوس بلوس بلس بلس، يعني انه تزيد واحد لهاد لا فالور ديال ا. او ونفس الشيء بالنسبه للموا، تنديرو موا 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 يعني موان زان.
شكرا لك تبعتوا معنا التوتوريالات. ما تنساوش تابونا في لاشين باش تشوفوا ديما الفيديو الجداد. نشوفكم في توتوريال اخر ان شاء الله.